السلام عليكم خوتي المغاربة، داخل المغرب وخارج المغرب. أنا جيت نعاود لكم اليوم القصة ديالي. أنا ربيبي اللي كيقول، أنا اللي ضحكت على باباه وتزوجت به، الله يجازيكم بخير. أنا كنت قاصر، ما عندي لاكارت، ما عندي هاديك كيتهموني. أنا اللي كنت مع باباهم باش تزوجت به، دابا كنمشي عندهم خوتي المغاربة، كنمشي عندهم من الحانوت فويا خمان، نمشي عندهم يقولوا لي يا ودي انتينا في الكوميساريه مطعك في الكوزينه. انا ما خلونيش في الكوزينه وما كنمشيش للكوميساريات. انا كنطالب باباهم بالدواء فويا خمان، نمشي عندهم يقولوا لي الاملاك ديالو عندك، الاملاك ديالو عندك، الاملاك ديالو عندك. انا كنطالب التحقيق، كنطالب التحقيق. انا مزوقه في الوالي طنجه، صاحب الجلاله، اي اعلى سلطه، فالتحقيق الى جبروا عندي من غير اللي كتب لي باباهم بحال اللي كتب لي لهم كتب لي لي، انا نتحاسب. انا باقا كنطلب، لكن باش يسيبوا لي انا باباهم هيدا فيا خما، نعيط لهم على الدواء ما يجيوشي فيا خما، نقول لهم باباكم مريض. واحد بعدا كيقول لي انا قريب، انا قريب من الدار، انا ماجي، انا ماجي اليوم، اليوم انا ماجي فيا خما. نمشي عندهم ما يعطيوني دواء باباهم، ما يعطوني المصروف باباهم. الله يا ودي، حشومه، اتهامات الخيانه، الهضره الخايبين. انا مزوقه، انا مزاوقة في الوالي طنجة، يفتح التحقيق في هاد السرقة اللي كيتهموني برزقو عندي. انا ما عنديش رزقو. ابنو قال لي هادي قرصة الودين، يلا قرصة الودين هادي، باقي عاد مشي استعد ويحاسبني. انا لدرجة بنتي دفنت، ما كان عارفش القبر بنتي فينا هو، حيت شبابهم ما كانشي كيخليني نخرج، انا ما كنخرجش. دابا خوتي مغاربة، انا هاد الراجل عنده بروستات، عنده دواء طونسيون دل العينين، دواء دل العينين، عنده فقر الدم، عنده دل الحساسيه. الا كانت البيدونه دل ما كيعاونوش نمشي بها لباباهم، الشربه دل ما يعطوها ليش لباباهم، باش يحلق ما يعطيونيش، باش نهول في التاكسي ما يعطيونيش. الله يا ودي اخوتي المغاربه، انا مزوقه، انا مغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، يفتحوا التحقيق معايا. انا الا تجبرت سرقه ولا عندي شي حاجه بحال اللي كيقولوا عندي ديور مخبعين، عندي بارتمات، عندي انا يدوم عليا طويله. انا المغاربه حكموا عليا باش ما بغيتو. انا عيت، انا عيت، انا هزوني للطبيب وخوف. انا عليا طريطه، عليا طريطه البنكه، يوصل لي النهار بهاد الاعصاب وبهاد المشاكل، انا انهيار اعصابي جاني. الله يجازيكم بخير المغاربه. صينا باباهم ما كان خرشي، علاش اللهم الراس مغطي ولا معري، واخا كنت ناقصه من الحقوق ديالي لاقصى درجه، لاقصى درجه. انا ملي ديت باباهم ديتو في الكرا، جوج كيقولوا انا ديت الامتات باباهم، انا ملي جيت ديت باباهم ديتو في الكرا. كنت ساكنه في الحماد بن علي في مرشان، من مرشان بافلوري، من بافلوري سواني، من سواني نتشار جديد، ويعقلوا ردوا الذاكره، رانا كنت في الكرا. اللي كيقولوا الاملاك باباهم، الحانوت اللي عند باباهم، انا عند باباهم عاد شراها، اللي عند باباهم كانت الدار محباكو، كانت عند باباهم، لكن الباقي كان عنده غير كلشي ديال الكرا، كلشي ديال الكرا. طونوبر باباهم خدامين بها، خدام نقل البضائع خدامين بها، الحانوت باباهم خدامين بها، عندي الحجه والدليل عليهم خدامين. فويا خمان مشي يبقاو يسيبوا لي الهضور اللي ما يصلحوشي. قال لك انا من الكوميساريه للكوميساريه، انا كنطالب التحقيق.